قد يتبادر إلى ذهن البعض سؤالاً عن كيفية وقوف الزعماء في الصور التذكارية للمؤتمرات والقمم الدبلوماسية والاجتماعات، خاصة مع وجود كم كبير من الملوك ثم الزعماء ثم الرؤساء ثم رؤساء الوزراء والدبلوماسيين وهكذا، وكيف يتم ترتيبهم بالدقة لتخرج الصورة بالشكل الصحيح فنياً ودبلوماسياً. فقبل التقاط أي صورة هناك فريق عمل اسمه الفريق البروتوكولي، ويتقدم هذا الفريق رئيس الفريق البروتوكولي والذي يقدم لكل ملك أو زعيم أو رئيس خارطة الوقوف مع لاصق مخصص يحمل إشارة معينة ليقف عليها الملك أو الزعيم على المنصة قبل التقاط الصورة، حيث يتوسط الصف الأول زعيم الدولة المستضيفة ويتبعه القادة والرؤساء على الجانبين حسب الأحرف الأبجدية أو أقدمية تولي الحكم أو ثقل المركز، فالأولوية للملوك والأمراء والسلاطين بغض النظر عن مدة حكمهم. يليهم الرؤساء موزعين على الجانبين وفقاً لأقدمية الحكم، لينتهي الأمر برؤساء الحكومات والوزراء، لكن الأمر اختلف في قمة جدة التي استضافت الزعماء والرؤساء قبل أيام. فرغم الاحتفاء الكبير برئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلا أن صورته ضمن صورة الزعماء التذكارية تم قصها بروتوكولياً، وأغلب وسائل الإعلام العربية والمواقع والصحف وحتى الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية تعمدت ألا يظهر فيها رئيس وزراء العراق محمد الشيع السوداني. ومثل هذا الحذف يعتبر مخالفاً للأعراف الدبلوماسية السياسية بين الدول، ولتعتبر بعض الأوساط الإعلامية أن قص صورة السوداني هو انتقاص من مكانة العراق الدبلوماسية والسياسية، خاصة وإن قمة جدة حملت عنوان التجديد والتغيير وفتحت باب المصالحات العربية العربية. فما هو السبب الذي جعل رئيس البروتوكولات الدبلوماسية يتعمد قص صورة رئيس وزراء العراق؟ شاركنا برأيك.